السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين الآن بالأزمة اللي بيمر بها أهلنا وأخواننا في ولاية النيل الأزرق. أولا نسأل الله عز وجل أن يحفظ كل قطرة دم ممكن تكون في رقبة عبد تتحاسب عليها يوم القيامة. نذكر آبانا وأخواننا الموجودين في الدمازين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوها فإنها منتنة. وصية نبي عارف إنه فتيل القبلية ده ما بيورث إلا شتات الأمهات وفرق الأخوان وإراقة الدماء. ما في واحد مستعد إنه يقابل ربنا يوم القيامة وكل الفتنة دي في رقبته يتحاسب عليها. الآن أكثر من 14 ألف نازح، 95% منهم ما بين أمهات وأطفال ورضع، اتكدسوا في مدارس اتعملت كمراكز إيواء. أقل مركز إيواء فيه 1000 امرأة أو طفل، الواحدة منهم ما خرجت إلا بلبستها بس. تخيلوا معاي 1000 امرأة أو طفل في مكان واحد لا يتعدى مساحة بتاعت مدرسة، الاحتياجات ممكن تكون شنو؟ احنا فعلا في أزمة كبيرة وحقيقية الآن، ومحتاجين نضافر جهودنا وكل واحد يقدر يقدم اللي بيقدر عليهم. أهلنا الموجودين في مراكز التجمع ما قصروا، وقفوا وقفة الأهل والأخوان وقدموا كل اللي بيقدر عليهم من أكل وشراب وبروش، لكن الحوجة الحقيقية أكبر كتير من إمكانياتهم. أكل وشراب واحتياجات نسائية خاصة. بنناشد كل الصيدليات وشركات الأدوية إن يقدموا كل إمكانياتهم بيقدروا يساعدوا بها في الأزمة دي من شاش وقطن واحتياجات بتاعت مراكز صحية ما فيها أي شيء الآن في منطقة التمازين. وإحنا كمنظمة ظلال الرحمة الخيرية بنعلن الآن عن نفرة ديل أهلنا المستهدفين بها مراكز التجمع الآوية الآن أكثر من 14 ألف نازح. نفرة ديل أهلنا حنوفر فيها مؤونة المراكز بتاعت التجمع لإخواننا وأهلنا وأمهاتنا النازحين ديل من دقيق ومن عدس ومن ناموسيات مشبعة ومن زيت وغيره. سهم الأسرة بنفتح لكم الآن للتبرع هو عبارة عن سهم قيمته 15 ألف جنيه، وهو عبارة عن 10 كيلو دقيق و2 كيلو عدس و2 لتر زيت وناموسية دبل مشبعة حتقدم كوستوكات المراكز بتاعت التجمع. نفرة ديل أهلنا من منظمة ظلال الرحمة الخيرية حتكون على حساب 213-69-25 213-69-25 باسم منظمة ظلال الرحمة الخيرية. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا شر الفتنة وشر إراقة الدماء.